السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرا موقع كنا بنتمناه من زمان هو انجينير بوك. ده موقع زي الفيسبوك، موقع من مواقع السوشيال ميديا بس متخصص في الهندسة، يعني في نوع من التعصب للموضوع دوت. نتمنى نلاقي في تعصبات لمجالات أخرى. الموقع ده ميزته إن أنت مش هتلاقي حاجات سخيفة في النص إن شاء الله، ونتمنى يحافظ على كده. هتلاقي فيه فيديوهات تعليمية، هتلاقي فيه معلومات جديدة. كان داخل على الفيسبوك بس بعيد بقى عن الهقص بتاع السياسة، وبعيد عن السخرية، وبعيد عن الحاجات ديت. فانت بتدخل وبتقول له انا عايز اعمل يوزر، تمام، او ساين اب، او بتقول له تكتب بالحساب بتاعك، او بتقول له انا عايز استخدم الحساب بتاعي سواء فيسبوك او جيميل او لينكد ان. انا ادخل مثلا باللينكد ان، هتلاقي نفس الحاجات اللي موجوده في الفيسبوك عادي، النوتيفيكيشن في حد عمل لي لايك او عمل لي شير او حاجات ديت، تمام. هوت في حد بعت في انا مشترك في كام جروب كده كويسين. الحساب بتاعه هو، لو رحت ولقيت نفسك ما تعرفش حد تعال اقعد معايا، تمام. بعض الفيديوهات اللي موجوده، فالفكرة ظريف، الفكرة ان هو ظريف، في حاجات كتيرة كويسة وما شاء الله، يعني مجهود جبار بوزل. ونتمنى ان انتوا تعملوا شير للموقع للفيديو بحيث الناس كتيرة تبدأ تعرف عليه. ونشكر المهندس هاني اسماعيل، هو المسؤول عن الموقع، هو اللي عرفنا عليه. هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا كويسة، هتلاقي متخصص في موضوع الهندسة. فالفيسبوك مشكلته ان انت بتدخل في قصص وفي حوارات، وبتلاقي يجي لك اكتئاب بسبب الاخبار. لا ان شاء الله ده كله هندسه بس، مش حاجه تانية. وتشرفونا ان شاء الله في الموقع، والف شكر ليكم، والف شكر للمهندس اسماعيل.